اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم نبدا الحكايه. النهارده ان شاء الله معانا حلقه متميزه جدا ومختلفه. بحب في بدايه الحلقه ان انا اتكلم عن اكاديميه نادي المقاولين العرب، واحب اوضح ان الاكاديميه ماشيه في طريقها الصحيح، وده طبعا باين جدا من مستوى الولاد اللي بيلعبوا في الاكاديميه، وده بيرجع طبعا للمجهود المبذول من قبل مدربين الأكاديمية المحترفين والمتميزين جدا وتدريبهم للعيبة للارتفاع بمستوى ولادنا، وكمان علشان يقدموا للكرة المصرية أولاد متميزين جدا في لعبة كرة القدم. وطبعا احنا عارفين ان نادي المقاولين العرب من أحسن قطاع الناشئين والبراعم في مصر، وطبعا بنختص بالذكر وبنختص بالشكر سفيرنا في الخارج اللي مشرفنا ومشرف الكرة المصرية الكابتن أحمد عطية، مدير عام أكاديميات نادي المقاولين العرب في المملكة العربية السعودية بجدة. بنشكره طبعا على مجهوده والجهد اللي بيبذله لنجاح الأكاديمية والارتفاع بمستوى اللعيبة وتميزهم في كرة القدم. وطبعا دلوقتي هنطلع نشوف التقرير وهنشوف ماتشات ما بين أكاديمية المقاولين العرب وما بين أكاديميات سعودية، وإن شاء الله يوم السبت هيكون في مباراة ما بين أكاديمية المقاولين العرب وما بين أكاديمية يوفنتوس. إن شاء الله استنوا مني تغطية للمباراة كاملة إعلاميا، وهنطلع دلوقتي للتقرير نشوف الأكاديمية ونرجع لكم تاني. كمل يا ادم، كمل يا ادم، ها كمل، ها احسن، ها كمل، ها طيب يعني
هلا محمد. اتنين صفر اهو. هات الكرة تاني، هات الكرة تاني. حلوة يا حلوة يا كويس يا براء. ايه تابع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، وهنواصل ان شاء الله حلقتنا النهارده، ومعانا اولى فقراتنا النهارده مع المستشار مايكل مراد، محامي بالنقد ومحكم دولي وخبير اقتصادي وخبير بالضرائب. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا ونورتنا للمره الثانيه على التوالي برنامج نبدا الحكايه. اهلا وسهلا بحضرتك، وشرف كبير ان ابقى على المره الثانيه على التوالي مع حضراتكم، وبشكر حضرتك وبشكر فريق اعداد وبشكر فريق اخراج. ونبدا الحكايه. نبدا الحكايه. طبعا احنا عارفين ان الجيش المصري بيحمينا وبيحمي البلد وبيحمي الارض، وكل واحد في بيته بيبقى نايم مرتاح ومطمن، علشان طبعا رجالتنا اللي واقفين على الحدود احنا بنحييهم، بيدافعوا عننا وبيدافعوا عن الارض وبيحمونا وبيضحوا بحياتهم علشان خاطر الارض وخاطر ان احنا يحافظوا عليها، خاطر ان احنا نفضل في اطمئنان وفي سكينه. وطبعا احنا بنشكر رجالتنا الشجعان، رجاله الجيش المصري، وطبعا رجاله الشرطه لدورهم المهم الفعال طبعا في حمايتنا وفي امننا وفي السيطره على اي شر يدخل البلد. دايما عاملين كنترول، واقفين على الحدود وبيدافعوا عننا وبيضحوا بحياتهم فدا الوطن، وربنا يحميهم ويحرسهم. طبعا كنا عايزين نبدا بالفقره النهارده. كنت عايز تفضل، كنت عايز تقول ايه؟ هو طبعا الجيش المصري جيش من اقدم جيوش المنطقه العربيه وفي افريقيا، وفي الحقيقه هو من اقواهم. والحقيقه يعني بفضل ربنا يعني ورا الجيش المصري ده كان زمان مصر في حته تاني خالص، زي الدول المجاوره ربنا يعيد السلام ليها تاني، زي طبعا السودان وليبيا وفلسطين، ربنا يعيد السلام للدول دي كلها. طبعا. بس هو الجيش قوي الحمد لله، ويعني سبب جيشنا القوي طبعا. وطبعا هو مؤسسه وطنيه طول عمرها يعني بتحب مصر وبتحب المصريين، وعمرها ما فرطت في شبه واحد من ارض مصر، ولا حتى حب التراب. والدليل على صحه كلامي الرئيس حسني مبارك لما راح جاب لنا طابه في الثمانينات، والرئيس السيسي لما حمى مصر من اجنده خارجيه كانت هتقسم مصر. طبعا هو ليه فضل كبير على المصريين، والمصريين كلهم بيحبوه. يعني الميزه في الشعب المصري هو الشعب الوحيد في المنطقه فاهم قيمه جيشه، وعارف يعني ايه الجيش المصري، وفاهم يعني ايه المعدات اللي عنده، فهو جيش قوي الحمد لله. والشرطه المصريه برضه زي ما حضرتك ذكرتي شرطه وطنيه بتقدم المجهود بتاعها وبتقوم بالدور بتاعها على اجمل وجه في حفظ المجتمع وفي حفظ الامن بتاع المجتمع.
والناس الوحيدين اللي بيتضايقوا من ادائهم في الشارع هم المجرمين او خارجين عن القانون طبعا. يعني هو 70% متضايق من ادائهم ومتضايق ان هو يقف فين بطاقتك وبتاع، هو بيطبق الامن عشان يحميني ويحمي حضرتك ويحمي كل مواطن شريف ماشي على ارض مصر. وطبعا القضاء المصري قضاء يعني قضاء باسر يعني وقضاء عظيم وقضاء بيحقق عداله على ارض الواقع. وطبعا فوق المؤسسات الوطنيه دي كلها هي مؤسسه الازهر ومؤسسه الكنيسه، هي بتامن الناس وهي بتعلمهم الثقافه التعليميه والثقافه الدينيه، بتعلمهم حتى الامانه وبتعلمهم ازاي يتعاملوا مع بعض، وربنا يجيب الخير. تمام، عايزين نطلع للتقرير ونرجع تاني نكمل حلقتنا النهارده. رجعنا لكم تاني من الفاصل أعزائي المشاهدين، وهنتكلم النهاردة عن القوانين العسكرية. كنا عايزين نتكلم في بداية الحلقة ونسأل يعني إيه تخلف عن التجنيد. مبدئيا هو الجيش المصري من أقدم جيوش المنطقة، وده اتنشأ يعني على إيد الملك مينا لما وحد القطيين وبدأ يعتري حكم مصر، وبعد كده جت المميقة بعد كده بعديه جه سيسوستريس وضم النوبه وضم وهزم الكوش، وبعد كده جه احمس وضغط الهكسوس، وبعد كده جه عصر المقدوني وجه اسكندر الاكبر، وبعد كده جه بطرموس وعصر البطايمه لحد ما دخلنا على عصر الاسيامي. طبعا المقدمه ده بحكيها لحضرتك عشان بس عشان نوصل القوانين اللي احنا وصلناها زي دلوقتي. وجه فتح الاسيامي وفتح مصر كان على يد احمد بن طيون، وساعتها كان في 100,000 مقاتل، والرقم ده كان رقم كبير قوي ساعتها. حتى لما جه محمد علي بعد كده توسع اكتر وتوسع وزاد لحد ما عمل حرب الحجاز، وبدا يعمل ايه المدرسه الحربيه هي موجوده دلوقتي بشكل حي ايه انجيه على رئيس عبد الناصر، وبدا يطور فيها وازاي نقدم فيها وازاي نخش الكليات اللي فيها، حتى وصل حكم رئيس السيسي. ورئيس السيسي هو يعتبر عمل تركيبه كده جميله جدا لكل الاسلحه الموجوده في العالم حطها لنا في الجيش المصري. يعني هو ما فيش جيش في العالم عنده الاسلحه او المعدات اللي موجوده دلوقتي، عنده مثلا ام 1 الامريكيه والام 16 وعنده التي اس دي دبابات، دي نوع من انواع الدبابات، بالاضافه ان هو بدا يصنع الدبابات هنا في مصر والاسلحه هنا في مصر. ومن هنا بدات القوانين العسكريه تظهر في عصر عبد الناصر، ومعظمها تقريبا من سنه 65 القوانين ومن سنه 67 والكلام ده. عقوبه التخلف عن التجنيد، التخلف عن التجنيد ده بيتقسم على حاجتين، انا ممكن اروح اقدم ورقي وما كملش، او ممكن ما اقدمش ورقي خالص. تمام. فلما اقدم ورقي وما كملش في الاجراءات اسمي تخلفت عن التجنيد. اما استلم ورقي واخد بعضي والبس واستلم واسمع السياح بتاعي وما احضرش فيه، ابقى انا كده اسمي هايب من التجنيد. بس هو ده الاختلاف ما بين الاثنين. طيب ايه هو عقوبه التخلف عن التجنيد؟ التخلف عن التجنيد دي بتختلف من شخص لشخص، يعني انا ما اقدرش اقولها بالظبط، هي بتختلف من شخص لشخص. في ناس بتبقى هربانه لاسباب اقتصاديه، وفي ناس بتبقى متخيفه باسباب تعليميه او اسباب ان هو مش عارف او مش فاهم يعني ايه اروح اقدم ورقي في الجيش،
فبتختلف من واحد لواحد. قدامي قاضي عسكري وهو اللي بيحدد وبيقول له اعمل واعمل واعمل، هو بيحدد الغرامة. تمام. طب كنا عايزين نعرف ايه السن القانوني اللي المفروض الشاب يبدا فيه يمشي في اجراءات التجنيد؟ السن القانوني هو 18 سنه لو هو يعني انهى تعليمه، 18 سنه وانهى تعليمه. انما لو دخل المرحله الجامعيه فبيبدا الجامعه اللي هو فيها بتاجله التجنيد، بيجيب استماره 6 جندي من مكتب التجنيد اللي هو تابع ليه، وبيروح يقول لهم يا جماعه انا بيمديم الجامعه طبعا، وبيروح يسلمها لهم يقول لهم انا يا جماعه لسه في الكليه الفلانيه، اخلص جامعتي اخلص جويتي وبعد كده اجي اقدم نفسي للتجنيد. تمام. هو سن 18 لحد 24، يفضل بقى يسقط كل ده بقى من الجامعه بتخاطب هي التجنيد او هو بيجيب لهم ورقه بتقول ان هو لسه في الجامعه على قوه الجامعه. طيب متى تنقضي عقوبه التخلف عن التخلف عن التجنيد؟ عقوبة تنقضي نهائيا نهائيا ما فيش حد يطالبوا بها في سن 45 سنة. انما ما قبل كده، ما قبل كده قبل 45 سنة بيخضع لحاجة اسمها الحبس او الغرامة. وطبعا قبل سنة 2004 كان السن القانوني هو للتصالح كان 30 سنة. بعد 2004 بقت 36 سنة ويوم. هتروح قبل يوم هتقضي العقوبة. والعقوبة دي بتبقى ايه؟ حضرتك بتكمل المدة اللي انت هربت منها. يعني انت بتتاخد كاملة. بتتاخد كاملة، بتتعاد كلها كاملة. وبيدفع الغرامة عليها. وبرضه السجن بيبقى ايه؟ سجن في الجيش، بيتسجن جوه الجيش صح؟ بيبقى سجن حربي. احكام سجن حربي. احكام عسكرية وسجن حربي. احكام عسكرية. سجن حربي. تمام. طب كنا عايزين نعرف برضه يعني ايه الهروب من التجنيد؟ الهروب من التجنيد انا خلاص قدمت ورقي وظبطت نفسي وظبطت كل حاجة، حصلت لي اي ظروف مع بابا مع ماما، ازاي اصرف عليهم ازاي مش عارف ايه، فاخد بعض بعد ما سلمت لبسي العسكري بتاعي اخد بعض واهرب. هو ده اسمه هروب من التجنيد. تمام. طب ايه عقوبه الهروب من التجنيد برضه؟ هو نفس العقوبه بتاعت التخلف، هو لو اتمسك في اي وقت من الاوقات هيكمل المده اللي هرب منها، بيتدفع عليها العقوبه الزياده الاربع شهور دول، وبيدفع الغرامه بتاعتها. احنا برضه كل ده بنوضح للشباب عشان في شباب كتير جدا بتتخلف وفي شباب بتهرب، فاحنا كنا عايزين حضرتك توضح لنا ده، ان احنا بنفيد الشباب ان محدش يتخلف ومحدش يهرب، كل شاب عنده وقت معين التجنيد بتاعه، زي ما يكون طبعا مع اختلاف المؤهلات ومع اختلاف ان بيبقى ساعات كبير عيله ما يخشش، وساعات بيبقى سنه الاب يعني الاب مثلا كبير فالابن الكبير ما يخشش، يخش الابن الثاني، فكل واحد حسب وقته وطبعا كل واحد حسب مؤهلاته بيدخل الجيش، فاحنا مش عايزين حد خالص من الشباب يتخلف او يهرب من الجيش، كل واحد ليه فتره معينه يخلصها ويطلع منها بشهاده حسن سير وسلوك عشان يقدر ان هو يشتغل ويتوظف في مكان كويس ويبقى مخلص التجنيد بتاعه على خير. هو اصلا ده حق الدوله على كل شاب ان هو حق الدوله، حق الدوله زي الضرايب، ده لازم يعني يتأدى زي ما يتأدى، ومفيش شركه هانت هتعينك غير ما تأدي موقفك من التجنيد. لازم يأدي موقفه. بس هو في حيات فيها الجيش بيدي فيها اعفاءات مؤقته، وفي حيات بيدي اعفاءات بالظبط. وعايزين نعرف الفرق ايه حياتي الاعفاءات النهائيه، ان هو مثلا يكون الشاب ده مش لائق طبيا، يعني جسمه فيه عاهه، مش ناس زي هم زي بتوع زوم مهام، دي الاعفاء النهائي، دي الاعفاء النهائي ما بيخشش خالص، او يكون اخ توفى في الجيش او استشهد في الجيش في عمليه مثلا عسكريه عمليه حربيه، اخ اكبر توفى فهو ما بيخشش، فما ينفعش يكون اخوه متوفي وهو يخش. او يكون ابوه متوفي خالص وهو عقلي الكبير بتاع الرعيه، ودي النهائيه، دي اعفاءات نهائيه. او يكون وحيد، او يكون وحيد ده اساسي، الناس كلها عارفه ده اساسي، ده اساسي، ما عندوش غير اخ هو وحيد او عنده اخت واحده، فدي خلاص دي معروفه بالظبط. في اعفاءات المؤقته دي مثلا تكون مامته متطلقه من باباه ولسه هو برضه عنده 54 سنه، فممكن يقول لك ده يستنى اسمه طلاق بائن، ممكن برضه يرجع لوالدته تاني فيرجع يخايف تاني، فممكن يجيب عيل ولد فده يستنى لحد ما ابوه يكمل لحد ال 60. بالظبط. او مثلا يكون عنده اخ في الجيش، دي حاجات مؤقتة، عنده أخ في الجيش لسه في مطلوب مثلا على احتياطي أو مطلوب في احتياطي، وهو عايز سنه جاي الجيش فبيستنى لما أخوه يخلص المدة بتاعته. أو بيصرف على إخواته البنات، يكون مثلا عنده أخ صغير في كي جي 1 وهو مثلا في سن التجنيد، ومفيش حد يصرف على إخواته البنات في النص، فهو بيصرف عليهم. دي بقى الإعفاءات المؤقتة والإعفاءات النهائية. لحد ما يزول السبب تروح تقدم، ما قدمتش بيطبع عليك قانون التخلف ده. هو بغرامه بحبس بحاجه بتاعته من الدنيا دي كلها. بمجرد ما الاب بيوصل سنه ال 60 خلاص، لو ابن وحيد ممكن يروح يعمل بقى اللي هو الاعفاء النهائي. يعمل اعفاء صح؟ بالظبط كده. تمام. طيب كنا عايزين نعرف فين اماكن التجنيد داخل القاهره والجيزه
وباقي المحافظات، برضو عايزين نعرف الناس اماكن التجنيد فين. هو التجنيد هنا في مصر هي افرع رئيسيه مبدئيا هي القوات البريه ودي مايغيه، وفي القوات البحريه وفي القوات الجويه، دول احنا بنسميهم النسور بتوع الطيران، دول النسور بتوع مصر. وفي قوات الحرس الجمهوري، وفي قوات حرس الحدود، وفي قوات الصاعقه، وفي المزايات، دول بقى اسود بقى بتوع مصر. دول بسم الله ما شاء الله هم دول مخيرين مصر مصنفين ومصنفه من ضمن اقوى الجيوش في المنطقه. وفي بقى التدخل السريع، وفي الشرطه العسكريه، وفي المخابرات الحربيه. انا بقدم فين بقى عشان اسمع السياح بتاعي ده؟ بقدم في القاهره مثلا في منطقه الهايك ستيب. وفي الجيزه يعني بقدم الاساسي الشباب تقدم في الهايك ستيب. لو من محافظه القاهره. تمام. محافظه الجيزه في منطقه التجنيد في يماء، منطقه يماء. يعني كل منطقه وليها مكان. كل محافظه ليها مكان. محافظه ليها مكان يتقدم. وفي محافظات صغيره بتنضم لمحافظه اكبر منها. واسكندريه منطقه اسمها العمريه. العمريه. وفي طنطا وفي حته في المنصوره اسمها صندوق، وفي المنيا في المنيا الجديده وفي اسيوط اسمها اسيوط شارع غزان، في شارع غزان. وفي هنا في ارض الشؤون، وفي الزقازيق طيب بسطه. انت بتشوف بقى انت حضرتك اقرب حاجه فين من دول بتروح تقدم في طبقا لمحافظتك، يعني بتاع اسوان يروح يقدم في هنا دي تقريبا. وكوي بقى بتاع الزقازيق والغربيه والحتت دي بيروحوا طيب بسطه دي. يعني ما لهمش حجه. ما لهمش حجه، ما فيش حجه. ما لهمش حجه، كل محافظه فيها مكان ينفع يقدم فيه. بس انت هتفضل مطارد لحد 45 سنه. او تدفع الغرامه لحد 36 سنه. فانت هتضيع حياتك ايه لحد 36 سنه؟ بيدفع غرامه لحد 36 سنه للي ما راحش الجيش؟ بيدفع غرامه طبعا. ممكن لو دفع غرامه ممكن مش مشكله بتسقط عليه العقوبه ان هو ما راحش؟ حسب العذر بتاعه، ايه سبب الهروب يعني، ممكن يبقى هربان لاسباب اقتصاديه، اهله مش عارفين يصرفوا على نفسهم، هو كان بيشتغل بس ما عرفش يثبت قدامهم ان هو مش عاهل الاسر، ما عرفش يثبت. تمام، طب هي بتفرق لو هو سلم نفسه بنفسه او اتقبض عليه؟ بتخف شويه، بتخف شويه. بتخف العقوبه. هو عامه القضاء العسكري قضاء نزيه جدا، يعني هو بيتعامل مع قوي هايبين او قوي متخيفين دول بمبدا حسن النيه. حسن النيه، احنا عايزين نعرف ايه سبب الهروب، احنا مش عايزين نعرف بالظبط، بس انت ورينا التيتيز صغيره بس عشان نحاول نعمل لك اي حاجه ونسهلك اللي هو عايزين له اي مبرر عذر ان هم يقدروا ان هم يساعدوه بيه يعني. بالظبط كده، بالظبط. طب كويس برضو، يعني يعتبر القضاء بتاعنا رحيم برضو. ما هو الجيش المصري يتكون من 23 عضو، يعني اصلا رئيس الجمهوريه دلوقتي بقى من 25 عضو بصفه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسيحه. تمام. يعني هم بيدوروا له على اي عذر، يقول اي بس عذر واحنا هنلتمسه لك ونعدي لك الدنيا. بالظبط، احنا عايزين ننجحك. عايزين ننجحك. انت اديني اي وقت عشان ننجحك. تبقى اي حاجه، قول اي حاجه. بالظبط. تمام. طب كنا عايزين نعرف ايه هي عقوبه التستر على مجند هارب؟ الماده 146 من قانون العقوبات اتعديت في قانون 258 سنه 37، اتعديت سنه 21، قالت لك من اخفى نفسه او بواسطه غيه احد الفريق من الخدمه العسكريه او يساعده على الزايج بيتحبس بمده لا تزيد عن سنتين. والقانون ده ما بيسيش على الزوجه. ليه بقى؟ اشمعنى الزوجه؟ ما هي الزوجه القانون يعتبر الزوجه اول واحده اللي هتبقى متستره عليه. الزوجه عامة القانون يعتبرها زي اخت وزي ام، يعني هي ست برضه، الست هنا في مصر الحمد لله واخد حقها تايت ومكيف. غلبانه وطيبه جدا. طيبه جدا، تخاف من جوزها العسكري هربان وهي مالهاش دعوه بحاجه. بالظبط كده صح. يعني الست الزوجه ما بتتعاقبش. ما تتعاقبش. لو جوزها جه استخبى هي ما يعني هو عسكري في الجيش خد بعضه ايام من مخيا وخد بعضه واحد استخبى عندها ما فيش اي مشكله. ما يبقاش على اي عذر. ما يبقاش على اي حاجه. ما يبقاش على اي مشكله، مش هيتقبض عليه. انما عمه وخاله وعم اخوه ابوه اي حد يتعاقب بسنتين الحبس دول. طب كويس والله، الناس كلها مع الستات دايما. طبعا اتشرفت بيك جدا فندم في الفقره في الحلقه النهارده، واتمنى ان انت تبقى معايا في حلقات تاني ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. انا اتشرفت بحضراتكم. اتشرفت بيك. بس انا احب اخر حاجه اضيفها بمختم مع حضرتك، في ناس كتير بتنتقد اداء الجيش، انت ليه بتدخل نفسك في طرق والكباري والزيت والحاجات دي؟ تمام. المفروض الجيش ده بيعمل نفسه كده عبء اضافي، بيعمل نفسه شغل بزياده، كان مثلا واحد طيب انت بتقول ذاكر كيمياء وفيزياء وحقيقة في نفس اليوم، فهو بيأمن مصر من الداخل ومن الخارج وبيبدأ يخش يطور الحاجات دي، يعني في مشروعات عملاقه زي المنوية والحاجات دي، كان مين شركه مواد تعملها هنا في مصر؟ مفيش. فكان لازم تخش حاجه كبيره بحجم الجيش هي يتنفذ على ارض الواقع. كل المشروعات السكنيه الجديده، كل العاصمه، كل ده، فهو قد تخيرهم ان هم بيساعدوا مصر وبيطوروا مصر. وخلي بالك حضرتك، مصر طلعت من منطقه 118 ال 18 في الطرق والكباري. تمام.
بس كده. طبعا احنا والجيش المصري احنا عارفين ان هو جيش بيدافع عن الارض ودايما بيدافع عننا وبيضحي بحياته من اجلنا، وعقيده قتاليه دفاعيه قويه جدا، وبيدافع دايما عن الارض، وربنا يحميهم ويحرسهم لينا. وطبعا بنحيي سياده الرئيس رئيسنا عبد الفتاح السيسي المقدام، يعني هو المسؤول عن القيادة كلها، وهو اللي بيوجههم، وهو المسيطر، وهو اللي ماسك البلد، وهو اللي بيحميها من أي عدو وبيحمي الأرض. هو طور الجيش تطوير جامد جدا، وطبعا طور وصنع وبدأ يصنع هنا في مصر حاجات جامدة أوي ما كانتش موجودة، بسبب في وقت من الأوقات أمريكا ما كانتش عايزة تصيح هنا الطيارات الأباتشي، فهو يوم انا مش هصيح ومش هتاخد من عندكم اي حاجه، انا هبدا اصنع كل حاجه هنا بايدي، وهجيب من كل حته، هجيب يافاي من فرنسا، واجيب الغواصات الالمانيه، جاب كذا حاجه من بره، عمل كومباينيشن كده جميل جدا مش موجود في اي دوله في العالم، ولا عربيه ولا افريقيه ولا في اي حته في العالم حتى. تمام. ودي حقيقه يعني. تمام. ونحن فخورين ان احنا ننتمي لهذا الجيش. طبعا احنا فخورين ان احنا بننتمي للجيش المصري، الجيش المقدام الشجاع، رجاله الجيش المصري الشجعان المحترمين، وطبعا رجاله الشرطه المحترمين الشجعان برضو. وتحيا مصر. طبعا في نهايه فقرتنا كده انتهت فقرتنا الاولى من حلقه النهارده، وان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع تاني، وهيبقى معانا فقره تانيه، تابعونا بعد الفاصل. هو يلا يا ياسر، احسن يا ياسر، شوط ورا القمعه يا ياسر، ورا القمعه الازرق. كمل يلا يا مصطفى. معين دول عندي ورا الاخضر من هناك. كمل، احسن يا ياسر، شاطر يا ياسر، كمل يا ياسر، كمان كمل. يا مصطفى كويس، ابدا يا كابتن. يلا يا ياسر شوط، شاطر يا ياسر، يلا ماشي يلا ماشي يلا ماشي. يلا روح مكانه. الفاز بدوران. لف وسطك. بسرعة شوية. استلم باص لف. قالك على الكورة، شوف الكورة جاية منين بسرعة. لف. احسن
احسن يا نور احسن ها احسن ها احسن شاطره يا نور شاطره يا نور ها كملي يا نور لحد القمع اللي هناك ها يلا قصير ها احسن 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 ها ها يلا روحي على المرمى شوطي ها روحي على المرمى ها كمان كمان الخطوه كمان خطوه شوطي ها كمان ها روح الف من ورا زميل سلام شاطره يا نور روح هلا محمد روح من صفر حلو هات الكره تاني هات الكره تاني خد حلو حلو يا براء كويس يا براء تابع ورجعنا لكم تاني من الفاصل ومعانا فقره لذيذه وخفيفه كلكم بتحبوها ومعانا الشاعر عبد اللطيف احمد. اهلا بك يا عبد اللطيف. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتني ونورتني النهارده برنامج نبدا الحكايه. الله يحفظك يا رب ويبارك في حضرتك يا رب العالمين. ربنا يخليك. تسلم يا رب. الله يبارك. كنت عايز اعرف بتكتب شعر من سن كام؟ بكتب شعر يعني من سن 18 سنه تمام وبدات اسمع لكذا واحد من الشعراء. طب تمام. كنت عايز اعرف مين مثلك الاعلى في الشعر. مثل الاعلى اللي في الشعر هو الشاعر هشام الجخ تمام. سمعت لي كذا قصيده تمام وكنت بمثل ليه في كذا مواقف مثلا زي قصيده الام ويعني بدعت فيها وسمعت فيها اكتر واكتر كمان وكنت بعمل فيها يعني بتدرب عليها وكنت بسمع له اكتر واحد من الشعراء. تمام. طيب عايزين نسمع حاجه ليك وبعد كده نشوف ايه هشام الجخ. نبدا كده حاجه ليك عشان نسمع الجمهور. واحده بتوجه لواحد رساله بتقول له كتبت عن بعدك الجاسي ما لقيتش دواء يتداوى بيه وكسره القلب اللي قلبي ضعيفه بيه بقيت وحيده والفرحه فارجت عيوني وقلبي وانت قلبك جاسي وسبني سبتني ومشيت ليه والمعنى ان كنت اكون ليك ست البيت بس بعدك عني بكاني ما بقتش قادر احكي لحد من تاني كتر التفكير جاسف قلبي كتير اوجات كتير بكون صامته وببكي اوجات كتير بكون صامته وببكي كنت بعمل علشانك كتير بس انت بالنسبه لك وجع القلب ده شيء مش كبير قلبك جاسي جاسي قلبك جاسي جاسي ما بقتش قادر احكي عن احساسي اوجات كتير بكون عايزاك وبتمنى ان اكون معاك بس بعدك عني بكاني وقلبي مش قادر ينسى حبك اللي كان في حياتي قلبك جاسي جاسي قلبك جاسي جاسي.
برافو عبد اللطيف. كنت عايز اعرف ايه انواع الشعر اللي انت بتكتبه؟ بكتب درامي اللي هو بيكون يعني رومانسيه وبيكون في عندي حزين، فبكتب قصايد يعني رومانسيه تمام وحزينه. بتكتب شعر ديني؟ لا. مدح؟ لا. ما بتكتبش؟ لا. تمام. كنت عايز اعرف ازاي بتجيلك فكره كتابه القصيده؟ ازاي بدي فكره كتابه القصيده؟ ان انا مثلا يعني ببقى قاعد موجود تمام، بعرف اتاقلم مع نفسي، بيكون لي مثلا مزاج للكتابه، بيعرف اتاقلم مثلا مع المواقف، بس على حسب ده كله ده على حسب مزاج تمام. بتبقى مثلا يعني بكتب مثلا اوقات ما ببقى حزين مثلا بكتب قصائد حزينه، بس ببدح فيها اكتر واكتر كمان. يعني حسب الموقف. اه موقف معين زعلت فيه او فرحت فيه، الشعر بالنسبه لك متنفس، بتقدر ان انت تكتب الشعور بتاعك سواء حزن او سواء فرح. اكيد. تمام. طيب كنت عايزه اعرف ليك طقوس معينه وانت بتكتب الشعر؟ يعني في اماكن مكان معين بتحب تقعد فيه؟ انا بحب اكتب اللي هو الشعر في وقت يكون فيه هدوء، وبيكون بالذات يعني بيكون فيه هدوء، بيكون بالليل كمان يعني اكتر يعني واكتر. كنت لسه هسالك بتكتب بالليل ولا بالنهار؟ باذن الله ان شاء الله. بتكتب بالليل؟ باذن الله. تحب جو الهدوء بقى، جو الرومانسي وتكتب؟ ايوه اكيد، حاجه اكيد يعني باذن الله. هو معظم الشعر اصلا بتكتب بالليل. اكيد. بس في مكان معين بتحب تختاره انك تكتب فيه، ولا ممكن تكتب في اي مكان؟ لا انا ممكن اكتب في اي مكان، في اي مواصلات، في اي وسائل مواصلات مثلا، او في البيت، او في اي مجرد ما جات لك الفكره تكتب. يعني وقت ما يبقى في مزاج، يعني مش زي المذاكره كده. يعني في ناس تقول لك انا بذاكر في مكان معين لازم اقعد فيه اذاكر، غيره ما اعرفش اذاكر. لا انا ليا في اي مكان، ممكن مثلا اكتب قصيده حزينه، بس على حسب المزاج او حسب الاحساس اللي انا موجود فيه. تروح كاتب الفكره بتاعتك. اه تمام. طب كنا عايزين نسمع حاجه تاني. هقول لك حاجه عن فلسطين. ماشي. فلسطين فلسطين والكفار في كل زمان موجودين، والكفار بيولعوا ليل ونهار فيكي، واحنا دمنا محروق عليكي، وجحت قلوبنا على شهدائك يا فلسطين، وعن الدفاع عنك ميتين، اطفالك ماتوا وهم صغيرين، واحنا يا اسرائيل عليكي منتصرين، احنا فلسطينيين وبعون الله محفوظين، احنا فلسطينيين وبعون الله محفوظين، احنا فلسطينيين ودايما منتصرين، وعليك يا فلسطين دايما منتصرين، والمسجد الأقصى لينا مش للإسرائيليين، وعمري ما هتعطي الواحد من بني صهيون، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين. تمام، طب عليك. الله يسلمك. كنت عايزاك بقى إيه نرجع، أنت كنت بتقول إن مثلك الأعلى في الشعر هو شعر هشام الجخ. هشام الجخ، طبعًا أسطورة. ده أسطورة 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 الصعيد كله. الصعيد كله بيحيي هشام الجخ وكله. أنا بعشقه جدًا الشعر هشام الجخ، وكنت بسمع له فترة كبيرة، يعني أول بداياتي كانت في مشواري كله بسبب الشعر وغيره، كان برضه مثل الأعلى هو الشعر هشام الجخ. تمام، طب أنت حافظ له حاجة؟ سمع لنا حاجة، مقطع كده حتى من قصيدة ليه. لما جيت أكتب عن أمي كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا محتاجة لدواء، ما احنا عارفين شهر مارس والهوى شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنسهوش، أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي، عجزت يما وشاخ جريدك ده انت لسه ماسحة الشقة بيدك، عجزت فجأة ده احنا كل جمعة نبوس ايديك عشان نودي بشقتك وتقولي لا، عجزت فجأة ومالك بيضيت ليا كنت حتى بودرة، مش كنت زي يما سمرة، الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وانا قلبي متوغوج وحاسس ان امي فيها انا، طيب ما لو ما فيهاش شيء قلقانين عليها حجزوها ليه، أول مرة أحس دماغي بتتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف من ساعتها بإن الموت، رسمت الضحك على وشي وبزيادة دخلت عليها عارفاني أنا الكذاب كالعادة، مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها أسناني، فعرفت بس من صوت إنها شهادة وشهدت
يجي 100 مرة، ساعتها كل إحساس اللي كان محبوس طلع بره، وهاجت ذكريات عدت علي دموع، وإحساس الطريق اللي ملوش رجوع حاولت أخدعها واستقبل. بقالك عمر بتمثل وهي معيشاك في الويل، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصلي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عد سكوت. كان نفسي أقول آسف وأقول ندمان وأقول خجلان، وأقول لك إني يا مايا بحبك حب مش معقول. معرفتش ساعتها، لكن القلب كان مفروض على قلبك وكان بيقول بحق حروف كتاب الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعدت على يدك، وفرحة خدي يا مايا وهو نايم على خدك، وكسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جيد الوقت تتمغوت، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوت، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاك القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافة، نسيت نفسي أنا آسف، وهي الدنيا إيه يما حاجة مهدة ومعافرة. خلاص خلينا للآخرة حتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بقم بيتين، وجبت الواد يا ستة عشان ما تتضايقيش، هوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش. أفراد عائلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوح تناموا في أي يوم أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. روح بزاك ازاي، صعبة قوي، برافو عليك والله، بس صعبة قوي، طويلة قوي. طويلة جدا، بس من اكتر القصائد اللي انا بعشقها. جميل، انا بعشقها. هو حرفيا يعني شاعر مميز، مسجلها عندي على الموبايل، انا بعزهم جدا يعني، واكتر من الناس اللي انا حبيت ان انا اسمع لهم، لان القواته في القصيدة وكلماته بتبقى مختلفة عن الاخرين، اللي هو يعني بيتكلم بكلمات عامة. دي اول حاجة، تمام. وبرضه يعني ليه احساسه جميل، احساسه جميل جدا، وهو بيميز اصلا احساس الام بان هو برضه كانت هي في موقف برضه موت، وهو كان حاسس برضه بالموقف، فهو ايه، ففي بيبقى في احساس جميل جدا. هو الاحساس اللي يعني بيوصله لنا ان انت بتبقى بتسمع القصيدة وانت حاسس عايشها. انت أكيد. عايش بيها. اهم حاجه في كتاب دي القصيده اللي هو بيكون فيه الاحساس اللي انت بتكون حاسس بيه، حتى بتبقى من حيث انك بتبدع في الفقره او القصيده اللي انت بتكتبها، انت بتلون في صوتك. ما دي بقى ايه الموهبه، المفروض الشاعر ما يتكلمش بوتيره واحده، لا، يبقى في يعني يلون في صوته، في طبقات صوته، عشان خاطر الاحساس يبان. ده حاجه اكيده يعني باذن الله. تمام. طيب كنت عايزه اعرف، في قصيده كتبتها وانت بتكتبها عذبتك في كتابتها، او جمعت افكارها بالعافيه؟ لا، ما فيش يعني، انت مجرد ما بتجيلك الفكره بتكتبها. بس بتبقى كلها برضو معتمده عليا الاحساس اللي موجود والشخص برضو مهما كان. تمام. انما ما فيش قصيده مثلا بداتها وما عرفتش تكملها؟ لا، هي دوبك بتبقى بتاعه الموقف وبتكملها على طول. ايوه باذن الله. تمام. طب عايزين نسمع حاجه ليك. حاجة لي أنا تاني؟ أبويا. أنا أبويا محدش يتقارن بيه، أنا أبويا اللي الدنيا بحالها تشهد له من الناس الجدعان، أبويا يا ظهري وسندي وعكازي وأجمل واحد في كل حياتي. بتمناك أنت اللي تبقى في كل يوماتي، وبدعي ربنا يديلك الصحة ويدومك في حياتي. يا أجمل أب في كل الدنيا، يا أغلى أب في كل ساعة وكل دقيقة. أبويا لو شفت حلو في دنيتي، فالحلو كل بوجودك يا أبويا في دنيتي. أبويا يا أبويا يا ظهري وسندي وعكازي، وأكتر شيء مكمل في كل حياتي، وأنا ملقتش ونس وصديق وحبيب غيرك يا أبويا. يا أجمل واحد في كل أيامي، ربنا يطول في عمرك يا ابويا ويدومك في كل يوماتي. نعمة من الله انك اجمل واحد منور كل الحياة، يا ابويا يا سندي وعكازي وظلي وعنواني ابويا.
برافو عليك يا غنيت الأم وقلت قصيدة الأم وقلت قصيدة الأم عشان ما هم دول أكتر اتنين لهم فضل عليا أكتر وأكتر كمان يعني فيهم. تمام. طيب كنت عايزة أسألك إزاي بتواجه النقد؟ لو حد انتقدك وقال لك عبد اللطيف شعري أنت بتقوله مش حلو، انا بحب مثلا اللي هو يعني باخده مثلا بحب ان انا اقدم اداء اكتر. تمام. بحب ان انا ادي يعني اعمل قصيده احسن وافضل من اللي هو كان بيتكلم يعني عليها. بتقبل النقد او اقبل النقد مش بتزعل منه؟ لا، بس بيبقى فيه برضو تاثير بسيط. تمام. بس برضو مهما كان ان انا برضو يعني ايه بغير، بحاول ان انا اغير من وجهه نظره هو. تمام. اللي هو ازاي يعني مثلا هو قال لي انك الشعر بتاعك، لا الشعر اللي فات ده ما كانش كويس. تمام. حاول انك مثلا هي تحسن من فضلك اكتر او كلماتك افضل يعني او كده. انت بتاخد كلامه باعث ليك دافع. بيديني دافع. بيديني دافع ايجابي ان انت تطور من نفسك، مش بتزعل او بتهاجمه تقول لا مش لا. عايزك تنتقدني يبقى انا برفض النقد. لا، انت بتقبل النقد. لا، بقبل النقد وبحاول اشجع من نفسي اكتر واكتر واطور من مستوياتي اكتر واكتر بسبب ان انا عايز اوصل لحلم كبير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. هو اصلا الانسان الله. اللي بيقبل النقد دايما بيبقى انسان ناجح باذن الله ان شاء الله. ان هو بيقدر يطور من نفسه، بعرف فين نقاط الضعف واقويها. انما في انسان ما يرضاش يقبل الانتقاد ابدا فبيفضل على نفس المنوال، فطبعا ممكن يضيع نفسه اصلا ويفشل. انما الانسان المجتهد الواثق من نفسه حتى لو حد انتقده بيشوف النقد فين ويحاول يطور من نفسه عشان ينجح ويقدم احسن. ايوه، يقدم افضل وافضل اكتر واكتر كمان. وانا برضو بحب اللي هو يعني الناس اللي بتكلمني او بتشجعني برضو بحاول او بفرح برضو بوجودهم معايا بسبب ان الناس مثلا بتدعمك اكتر واكتر، ان مثلا اللي جاي افضل احاول اكتر واكتر انك طبعا. مثلا يعني تقرا روايات اكتر او تقرا برضو. مين اكتر حد بيدعمك وبيساندك في الشعر ويقول لك اكتب وتواصل انت كويس؟ انا اكتر واحد كان بيدعمني ابويا. ابويا كان اكتر واحد اللي هو كان بيقعد يقول لي يعني لاحظ برضو من كلماتك لازم أن يكون في مثلا وزن وقافيه. تمام. لازم تظبط ادائك في القصيده اللي انت بتكتبها. برضو يعني بتبقى الموضوع كله بيتكلم عن موضوع واحد، يعني انت القصيده بتاعتك كلها بتبقى بتتكلم على موضوع موحد، مش مثلا انت بتجيب موضوع او دخل كلام عن كلام تاني او غيره. تمام. فانا بحب اللي هو الناس اللي بتدعمني، واكتر واحد بالذات يعني كان بيدعمني هو ابويا واخوالي وناس تاني برضو قريب ليا وناس السوشيال ميديا. تمام. كلهم ناس احترموا فوق دماغي والله. يعني طبعا اهم حاجه عندنا الناس اللي بتدعمنا في حياتنا، دي باعث لينا قوي جدا ودافع. أيوة. لينا ان احنا نستمر وننجح. وانا عايز اوجه برضو رساله للناس اللي بتدعمني ان انا يعني بشكرهم جدا ان الناس بتدعمني وناس يعني مفتخرين بيا وكل الناس يعني بيكونوا موجودين معايا دايما وابدا. ان قصيده دي مثلا مميزه، حاول انك مثلا تظبط من ادائك، دي حاجه بتديني انا دافع اكتر واكتر كمان باذن الله. تمام. كده انتهت فقرتنا النهارده. عبد اللطيف انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده في الحلقه. الله يسعدك يا رب. والله يعني مبسوطه جدا بيك وباسلوبك وبالشعر بتاعك، وبتمنى لك النجاح وتبقى من افضل لافضل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كده انتهت حلقتنا النهارده من برنامج نبدا الحكايه. ان شاء الله نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامج نبدا الحكايه، ونتمنى ان الحلقه تكون تنال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا معانا بيها وكونوا ضيوف خفاف على قلبكم ان شاء الله.